يعني انتوا عاملين زي حمار العنب بالظبط. هم حمار العنب بالظبط، شغالين لحساب عدوهم او اللي مأجرهم، بالمعنى التعبير الصح شغالين لحساب اللي مأجرهم، وشايلين كل العنب بتاعه والملبن والفستق واللوز، ومش هياكلوا منه حباية حباية. إذن إن ما تلعبه جماعة إخوان الشيطان بإعلامها التابع لقناة الخنزيرة الجزيرة سابقا هو حمار العنب. حمار العنب، عندنا 7 حمير عنب كله حمار شغال في الغيط، اللي الحاكم او المالك حطه فيه بيجمع له المحصول، لا هياكل من العنب ولا حتى يشم ريحته. صاحب الارض اللي مشغله او اللي مأجره بالمعنى الأصح هيلم هو العنب والحمار يروح الزريبة. عرفت شغلانتهم يا سيدنا؟ هما بيشتغلوا الشغلانة حقيقة يعني.